فقضى عليه. نصرة مظلوم، تمام. لما رأى المرأة المرأتان تزودان، ما قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. همم، بعد همته في ايه؟ دماغه في ايه؟ مش دماغه ان بنت فرصة اكلمها، مش دماغه ان بتاع، طب انا طب مش عايزة محاضرة، طب خش لها بأي دخلة، ابدأ معاها بخدمة وهات كلمتين والدنيا هتجيب بعضيها وبعد كده توقعها. دماغ ايه يا جماعة دي؟ دماغ ايه؟ حتى لو خدمت واحدة في دفعتك يعني مش بتفكر في كده، مفروض انت تكون اتقى من ذلك، تقدم خدمات مجانية حتى لو لبنات استفادوا منها، اولاد استفادوا منها، انت تقدم صورة جيدة للدعوة. هتلاقي بنت هتتأثر بيك، فتعرفش ان في بنات بيلتزموا بسبب اخ ملتحي في الدفعة، ولا هو يعرفهم ولا كلمهم ولا كلموه، لكن هم عنيهم عليه طول السنة مستنينه يا يطلع شيخ تايواني، مع ان التايواني دلوقتي بقى جامد جدا يعني مصري هو اللي ممكن يطلع مصري ولا حاجة. لسه بنتي امبارح جايبالي عروستين كده، كنت جايب لها عروستين كده، عروسة معفنة قوي وعروسة ايه نظيف قوي. قالت لي العروسة دي انت جايبها لي من مصر، معفنة طبعا. العروسة دي انت جايبها لي من الصين، احرجتني قوي يعني. انت جايبها لها من الصين فعلا. فقالت لي الصيني ده ممتاز. فالشيخ التايواني كويس دلوقتي يعني، خلاص تايوان عدت. زمان بقى كان الشيخ التايواني وكده. المهم ان هي البنت دي بتقعد تراقب على فكرة. انا كنت في كلية يعني تعرضت لمواقف زي كده يعني. بيراقبوه بشك، هو في بني ادم كده؟ في واحد ملتزم بجد؟ مش هيقع؟ مش هيكلم بنات؟ مش هيهيس كده شويه؟ مش بيرسم نفسه؟ مش تعدي الوقت؟ اول ما اكتشفوا ان انت ملتزم بجد تلاقي التغيير حصل في النفوس على طول غير ما تتكلم. هتلاقي في اخت انتقبت في الدفعه، انت السبب بس انت مش واخد بالك، انت احد الاسباب، خد بالك. هتلاقي في واحدة التزمت، تلاقي في واحدة بطلت تكلم ولاد. النموذج ده لما يبقى كتير بقى منك في الدفعة كذا واحد، تلاقي ناس كتير بتتغير وانت مش حاسس، غير الشباب اللي بيكلموك، غير الشباب اللي بيثقوا فيك. فلما يلاقوا كمان الشاب الملتزم دوت بيخدم الدفعة مجانا بدون حيلة بدون طرق الشباب الملتوية في الوصول إلى البنات، ده نموذج مبهر. فاوعى تضيع دعوتك عشان بنت، اوعى تضيع الصورة الجميلة اللي الدفعة كلها منبهرة بيها بيك عشان تكلم واحدة. لو هي نصيبك هتوصل لها من غير حاجة، مش محتاج اللف والدوران ده كله، والحرام مش هيوصلك لحاجة كويسة. موسى عليه السلام ما استغلش فرصة حاجة البنات وقال لهم بتاع، طب انت اسمك ايه؟ طب ساكنة فين؟ طب متعرفنيش، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. خلص الحوار. حتى البنت مهذبة، عشان ما تسالناش اصل فين الرجاله ونفتح كلام، ابونا شيخ كبير يعني بجاوبت لك على السؤال اللي ايه اللي جاي عشان ايه نختصر الكلام. ففهم خلاص دي بنات يعني، وهو كده خلاص خلقته كده يعني، ما كانش حسأل والله. فخد الدلاء بتاع ساق لهما، اتفضلي سلام، مفيش سلام عليكم حتى، خلاص المهمه انتهت. تولى الى الظل، قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. حصل له بقى كل الخير اللي انت تتخيله بعد كده بسبب حياته رضي الله عليه السلام. وبالتالي موسى عليه السلام في شبابه كان ايه دماغه؟ دماغه في ايه؟ رغم ان هو طول واحد ماشي من مصر واعزب ومش لاقي ياكل وبتاع وبنات وفرصه كلام، دماغه في دنيا ثانيه يا جماعه. دماغه في نصره مظلوم، اعانه امراه محتاجه، كفاله يتيم، دعوه. حتى موسى عليه السلام